واحلى كاسه شاي لاحلى كموله. شو هالفايره بتنصب القهوه؟ بس بربك بزمتك مو صوتي احلى من صوته؟ شو حلو، قسم بالله لسه احلى وبيفتح النفس على شرب الشاي. حياتي شو حط لك مع الشاي؟ جوز ولا لوز؟ اعطيلي جوزك وكتري لي اياه. اي مو على عيني وراسي. سلام وديات. تفضل يا روح. سلام وديات. لك صحيح؟ ما دريت شو صار؟ شو صار؟ هذا يا مرحوم بالبي اجت لعندي بداية سعدية وحكت لي شغلة بتحط العقل بالكف. شو قالت لك؟ لك أبو حميد، أبو حميد مع غيره متخانق هو ومرته خناقة، وصلنا بيناتهم للشيطان الرجيم. هو مش هاشو متخانقين؟ لك بده يتجوز عليها؟ لا. لك إيه والله مثل ما عم بقول لك، بده يتجوز على مرته وحدة جديدة ويستكري لها بيت جديد. حما لك هذا منين المصاري؟ بعرف الدين عم يشرشر منه شرشرة. ايه شو بيعرفني؟ ايه مو بالاول كفي بيته الاولاني لحتى يتجوز ويفتح بيت تاني. انا حملو عزة. انت اكبر قدر، انا حملولي التاني. كملي. لا والان كمان هيك حزير شو؟ باعت امه من بيت لبيت بالحاره لحتى تخطب له. اه لا امه موافقه؟ لك لكن شو موافقه؟ ليش هو بيسترجي يتحرك حركه بدون شور امه؟ ايه والله بتقيم قيامته، ايه والله بتقتله قتله يحشكوا لبك. دخلك يعني لهلا هو بياكل قتله من امه؟ يو على اساس انت ما بتعرف يعني؟ لا والله ما بعرف. وعامل فيها بضايا الحاره وحاطط لي خنجر على قصره وما حدا قده، طلع بياكل قتله من امه. لك خنجر شو؟ خنجر شو انت الثاني؟ ايه والله بتصرخ فيه الصوت عدم مؤاخذه يعني بيعمل تحته. والله لا افضحه بالحاره والله. وانت ليش بدك تفضحه؟ عامل معك شيء؟ ها؟ لا يعني ليش هو بيسترجي؟ والله بكسر له ايده. قلع لي ان شاء الله دايما. انا رايح اطمن على خالديه. ليش مستعجله؟ خليكي قاعده. شبه خالديه؟ ليش ما دريتي؟ لا والله ما دريت. شوفي قتلها جوزها قتله مكسر لعظامها تكسير. يا لطيف على الحكي، انت شو عرفه؟ لا شلون شو عرفني؟ الحيط على الحيط، شو ما عملوا انا بسمع كانهم قاعدين قدامي. ايوه ايه طيب يعني ليش قتل هاي القتله؟ والله أنا فهمت من كلامهم إنه جوزها مقصر. شو يعني مقصر؟ إيه إيه فهمت عليكي، فهمت. وينعموا عيوني إذا كنت عم كذب عليكي. ولي 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 على الحكي. إن شاء الله بيقبرني جوزي، إن شاء الله بيطلع على قبري، الله يكمله بصحته يا رب. إيه والله مو مقصر علي بشي بنوم. إيه بكره بيعجز وبيقصر. لك شو هالحكي هاد؟ تفي من دمك، الله يسامحك على الحكي، بعيد الشر عنه يطلع على قبري ان شاء الله. ليكي اول ما بتطلعي من عندها بتجي لعندي فورا بتحكي لي كل شيء صار، كل شيء. ها انت بتعرفي انا ما بقدر اخبي شيء ببطني، دغري بدي اجي اقول لك يا والله بطق. اي بعرف بطقي لك، عم تنفجري كمان انت. طيب يلا انا قايمه روح لعندها، بدك شيء؟ لا سلام. يلا خاطرك. يلا الله معك. وحكي حكي حكي شيء بشيء بالراس، انا بحياتي ما سمعت هيك حكي. قال شو؟ مرته عم تهتم هذيك الشغله. حما لك الامور واصله معهم لهي الدرجه؟ اي والله تقبرني لكان واكثر واكثر. ايوه لا لا يا ابو الشوارب لا. اين تعلي شوارب هالقد قدون بنص وشك وانت خروق؟ والله لا افضحه بالحاره. لك افضحه بقى، افضحه يخرب بيته، لسه ماشي بهالحاره مثل الطاووس عم يتمخدر، حاجته بقى يا. وانت شو عرفك ولي؟ اه شبك ليش هيك؟ ما عرفت تقبضني؟ عرفت نسوان الحاره هن بيحكوا لي. اه قلت لحالي يعني افتحي باب صغار بتناوي على رايح وجايه. لا يا اعوذ بالله، ان شاء الله بتنطف، ان شاء الله بصير شخط اذا بعمل هيك. اعوذ بالله ما بعمل هيك عملي انا. خلص صدقتك، قومي تتري ساوي لك كاس شاي. يلا. ايه على عيني وراسي. ترى يا ميت اهلين وسهلين. بالمهلي تقبريني بالمهلي. راح روح احط لك القهوه. لا لا تعي ادي. جايبت لك خبر بيسوى 10 ليرات ذهب. ايوه معناها خبر محرز. محرز وبس. قولي لي شوفي ياسمينة بنت ابو دربال. شبه الياسمينة؟ طلعت قليلة الترباية. يو شلون يعني طلعت قليلة الترباية؟ شفتها بعيني واقفة هي ومسعود على باب زقاقهم. ايوه ايوه وشو كانوا عم يحكوا؟
والله ما بعرف، ما قدرت اسمع. الله يصلحك يا سعدية، الله يسامحك يا الله منك. اشلفي اذانك شوي واسمعي لنا شو الحديث ولو. شو بدك يا هوني يشوفوني؟ بس بدك الصراحة كانوا مدموجين كتير. ايوة والله اجت والله جابة. شو يعني؟ شو قصدك؟ لا ما في شيء ولا شيء هيك. طيب هلا قومي دكي ملايتك وخلينا نروح لعند فتحية نكسر السفرة سوا. لا انا ما رح روح، ما لي معزومة. ولك خلص بقلها شفتك بالطريق ومنروح نكسر السفرة عندها. ايه بيصير ما؟ ايه بيصير طبعا بيصير. لك قومي قومي. ايديكم عندي. يلا حبيبتي يلا. عرفته طلع معه. ما بيقوم. بس هيك كمان بياكل من مرته. عشق ماما بس كمان. ما حكيت لي ولا شيء. لك شلون ما حكيت لك؟ قلت على قلبي تقبرني. هذا يا سيدي اجى ابوه لهذا، شو اسمه؟ ابو توفيق. ابو توفيق تذكره؟ يخرب بيته الهي، داري عامل عمايل بمرته الثانية. لك شو هالرجال هذا؟ مين عم يدق الباب هيك؟ والله ما بعرف مين عم يدق الباب. كول ايوه عيني افتح انا. تعال لك خليني افتح. افتح الباب. جاي جاي. افتح. شوفي 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 ما في شيء ما في شيء. بعد لي حمى ان شاء الله. ليش عامل بعينك؟ شو عمل لك؟ هو يعني بطوله بس هو اخذني غدر. اي لا مبين اخذك غدر كثير كثير. هذا فوت 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 ارجع فوت. فوت يبعت لي حمى عليك ان شاء الله. ما طلته اكيد اكيد اكيد. بقى طعمين طعمين. لك فيك حد تاكله؟ ولي مين عم اي افتح لحظة. انا اللي بفتح. جاي جاي. مين؟ طاح يا فضاي طاح. يلا جيجي جيجي طاح. اهلين ابو شوارب. اهلين ولا سهلين. افتح انا هون. وين رايح؟ لك وين رايح؟ خرب بيتك من حالك. مالك عامل شيء ما؟ مالك عامل شيء؟ لك مالك عامل شيء؟ لك بدي ورجيك بدي ورجيك مين التشتوش؟ انا ولا انت؟ يخرب بيتك من حالك. يخرب بيتك من حالك. يخرب بيتك. يخرب بيتك. اه يا تشتوش اه يا تشتوش اه. Tarsi.
فرشي انت تريني وكرني الله يرضى عليك. فرشي ثاني فرشي شبك ليش عم تحكي؟ شوف لسانك وينه؟ قطعوا لك يا عم. لا 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 يوفاني لا 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 يوفاني يخرب بيتها ديك بيتها سؤال حالة كسروني تكسير تكسير تكسروني حتى كثر لي شباب مني يمكن هم اسمع معنا الله يخرب مو نسوان هدول رجال هدول رجال يخرب بيتهم إلهي الله يقطع إيديهم إلهي احكي لك شو صاير بحكي لك هذا يا سيدي لحظة بس اجلس هذا يا سيدي أمه لهذا محمود من قايمة القيامة بينه وبين كنت تقاعدي قايمة القيامة بينه وبين كنت تقاعدي شو طلعت على هذا الصنوع والولد عليها ولوين يلا قولوا بسم الله ومدوا إيديكم يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تفضل يا أبي هات يا أبي هات تسلموا إيديك تفضل يا أمو يسلموا إيديك حبيبي يا أمو عطيني ولك خلصني خلصني شو بدك؟ زيتون قول بدك الزيتون ونطلع الجوهرة ساعة لحتى نحكي يا بي عم قول يعني مشان طلبية الطحين تبع أبو محمود أنت من اللي بعتها؟ بكرة الصبح إن شاء الله بروق أنا وياك على المطحنة منعبي الشوالات نحطهم العرباية المتيسر بس يعني يا بي طلبية كبيرة إذا بكرة الصبح بدنا نبعتها يمكن ما نلحقها ليش ما نبلش من اليوم؟ أخي أنا بساعدة لا لا أنت ارتاح ارتاح أخوك بيعمل كل شيء مو ناقصه يا أبي والله أنا زلمة أبضاي وبعجبها قلت لا يعني لا مو ناقصنا فضايح بالمطحنة خلصنا بقى دايم ضروري يعني تكسر بخاطره للصبي؟ ليش هيك حكيت معه؟ دخيلك دخيلك اوعي تنهز شي شعره منه تفضل يا بي يلا يلا يا الله وينك يا بي فراس؟ أمور مش ضايع عليك روح جيب الاغراض اللي وصيتك عليهم شعل العزيمة اليوم وأنا واصل لعند اللحام وصي على اللحمي ايه بأمرك يا بي يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بي ما تنسى بس تبعت شوال الطحين لعند أبو محمود أخي خدني معكم نجيب أغراض أنا وياه لا حول ولا قوة إلا بالله أبوك ما بيهون عليه تعرفني ما رح أكسر كلمته طيب هو ما مالا يا عريف الله يوفقك والله طائر روحي بالبيت هلا اليوم ما بيمشي الحال بس خلص لك علي وعد لا اخذك ونقعد بالقهوه منيح ما عم تكذب علي وفوقها كاسه شاي ونفس ارجيله بس فوت على السريع قبل ما يجي أبوك هلأ ويشوفنا ها يلا أنا لازم لحق الشغل شو يا بي؟ جهز كل الغراض تبع العزيمة؟ كل شي طلبته يا بي ومن أحسن وشوفت عيني إيه الله يرضى عليك شو بدي لك يا فراس؟ تلاحق الأكل قبل ما يجوا له ضيوف ولا أبعت ورا أختي تساعدك
لا والله انا ما بحب حدا يوقف فوق راسي بالشغل. هلا بفوت كل الاغراض على المطبخ وبجهز كل شيء لحالي. ايه. الله يسلم ايديك. الله يسلمك. خلينا اياك يا ابو. يا ابي. نعم. شو بدي اقول لك؟ بركه يعني كم واحد عازم؟ يعني شيء 7-8 نفوس. ها شو بدي اقول لك؟ ظبط لي حالك اليوم، تلبس لي هيك هندام ظريف ومرتب، بدي اياك تستقبل الضيوف معي. ها بامرك يا ابي. ايه. يا حبيبي شو رايك انا كمان ضيف للضيوف قهوه؟ انت خليك مقبور باوضتك، مو ناقصني انا. ابو فراس يا بي خليه يفوت يضيف قهوه، كل رجال الحاره بيحبوا. طب العافيه ان شاء الله، مو ناقصني يصير علكه على كل لسان. بتروح بتنقبر بأوضتك وما بتطلع لحتى يروحوا الضيوف، وغير هيك ما عندي أنا. لك أنت ليش هيك عم تعامل ابنك؟ ليش؟ يا شو عملنا؟ دائما كاسر بخاطره. لك في حدا بيكسر بخاطر ابنه؟ لك شو بدك اياه يعني يفوت لعند الرجال ويخجلني؟ والله هذا الكلام ما بصير. وليش بده يخجلك؟ شو هو عامل العيبه ولا مشكلجي ولا ازعار؟ ولك بتاتي لك والله عم اخجل اقول انه هذا ابني. لك انا ما عم افهم، في حدا بيحكي على ابنه بهالطريقه؟ واذا كان بتاتي وبيرج يعني هو شو ذنبه؟ رب العالمين هيك خلقه يا رجال. لك ما اختلفنا، بس يعني بس شو؟ لكن فراس سبحان الله، انا هالولد بحسه انه مو ابني. مو ابنك؟ اسمعوا على هالحكي، ابن مين لك؟ ابن الجيران؟ ليش قاعد لحالك؟ ما تقوم تاكل معنا؟ ولا لساتك زعلان؟ لا لا يا عمو مالي زعلان، بس ابي هيك بده اصطبي. لا يا حبيبي، ابوك بنوب مو قصده يزعلك. بلا بلا يا مو أبي بكرهني وبيعد أخي فيرا أكثر مني. لا هذا الحكي مو مزبوط ابنه، وأبوك بحبك كتير وصبرك بصبر أخوك فراس، صدقني. لا مو مظبوط حكي، لأنه لو كان مو رايحة وجاي بيصير بوشي وبيلي نلاقي عطول بزدني. خلص خلص تقرني، خلص صدقني أبوك بيحبك كتير وأنت غلطان، بس هو هيك أبوك يعني عصبي شوي. معلش يا حبيبي بدنا نتحمله، الله يرضى عليك. طول بالك يا عمو، طول بالك. والله أنا يا عمو كتير طول بالي، يعني ليش أنا ما بياخدني معه على المطحنة ويخليني اشتغل مثل أخي فراس؟ والله أنا حبيبي حبيبي الله يرضى عليك، أبوك رح ياخدك على المطحنة ورح ياخدك على السهرات مع الرجال، صدقني يا أبي أبوك بيحبك كتير وبيخاف عليك كمان.
لا لا يا أبو أبي ما بيخاف علي أصلا. لو بيخاف علي ما بيعمل هيك. بعدين حتى لو بيخاف علي ما كان زعلني. خلاص يا أبو خلاص 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 معلش. مو أنت علمتيني إنه اللي بيحب الثاني ما بيزعلوا. أنا هذا ما عم شوفه وأبي على طول خجلان فيني ده العالم. لا لا يا مولا لا تقولي خلاص خلاص يا خلاص كل شيء رح يتصلح صدقني. شو ياما؟ ما رضي؟ ما رضي. خلصنا يا تركوه على راحته يصطفي اصطفي. لك انت شلون لك قلب تاكل وابنك عارف مو قاعد معنا على السفرة؟ فهمني شلون؟ والله ما عندي استعداد موت من الجوع كرمال عارف افندي. اكل بينفع نفسه، ما اكل ان شاء الله عمرين وما ياكل. يا ابي عاري صار له كم يوم مو على بعضه. على بعضه ولا مو على بعضه؟ آخر عمرنا بياع الحكي بالتقسيط يتحكم فينا. أكلنا ولا ما أكلنا شيء؟ روحوا يا ولي على قامتي عليك يا بني. لك ما تركنا قرنة ما دورنا عليك فيها وين بده يكون راح؟ يا أمي ما بدي أولولي القصة، قلت لك بعرف وين بيتخبى هون بالخرابة. هذا اللي كان ناقصنا، دور عليه من خرابة لخرابة. خلصنا بقى أبو فراس، أصلاً كل شيء صار من تحت راسك أنت. ليكم. ما بدي أروح على البيت. يا عارف! يا عارف عم تخليني انا اخوك فراس. لك شوفي شو عم يصير جوا، شو عم يصير؟ لك من عنده قلت له لا تعال ابو فراس. لا عارف لا شو عم يصير يا اخوي؟ شو عم يصير فيك؟ شو حسيت؟ ليش هيك؟ ليش هيك يا ابني؟ قوم ابني قوم لشو قوم فراس فراس قوم ابني قوم. على مالك في حدا بيجي بيقدم شكوى ضد ابنه يا ابو فراس؟ لك هذا عارف حاول يقتل اخوه. مزبوط هالحكي يا ابني؟ سيدي انا كنت نايم ومبلش اغفل، فجأة لقيت عارف حاطط ايديه على رقبتي وكأنه بده يخنقني. يعني قصده كان يقتلك؟ ايه سيدي ايه، هذا الولد ما بعد يحوى عندي مني، لهيك انا جبت لكم اياه على الكركون مشان تخلصوني منه. مو مزبوط هالحكي. شلون مو مزبوط يعني؟ مو هلا من شوي قلت انه كان بده يخنقك؟ سيدي عارف اخي من هو وصغير بدك تقول يعني عنده حاله، بيمشي بنومه واحيانا بيعمل شغلات ما نوع عيان له، بس هو قلبه طيب وحنون. يعني إذا حط إيده على رقبتي مو معناتها بده يقتلني. وأنت شو رأيك بهالحكي يا عارف؟ أنا ما عارف والله ما عم بفهم شي. هلا قدم الشكوى ولا لا؟ قدم سيدي قدم، شو عم تستنى؟ من بعد إذنك يا أبي. سيدي هاي القصة قصتي وأنا صاحب الموضوع وأنا ما بدي أقدم شكوى بحق أخي. حبيبي
بدك تتقي ربك بهالصبي؟ حاجة تكسر له مقاديفه وتقسى عليه؟ حرام عليك. ولك بدك ياني شوف أخ عم يقتل أخوه وضل ساكت؟ وبعدين مع هالسيرة يا أبي وبعدين؟ لك شو عرفك؟ لك شو عرفك يحاول يرجع مرة تانية ويقتلك؟ ولك مو أنت اللي وصلته لهون؟ ولك أنت ما بتخاف ربك؟ اللي عم تحكي أمي مزبوط يا أبي، معها حق. أنت ظلمته كتير لعارف، الله هيك خلقه، شو ذنبه؟ ولك من كل حياته بيخاف عليك، كل حياته بيسمع كلمتك وبيقضيك غرض، كل عمره ما سمع منك كلمة حلوة ولا حس بحنانك، ما حس إنه وراء أب عم يدعمه، ما حس إنه وراء أب عم يحن عليه. خلاص خلاص أنا طول حالي وريحكن مني بقى، عاش مشاكل. لك ابني من شان الله، من شان الله ايمن خنجر من ايدك، الله يرضى عليك. سندوني ابي. ابو فراس، ابو فراس، ابو فراس. طمنيني يا مو، ان شاء الله ابي يتحسن. لا والله يا علي، يا علي ما تحسن منوب على ما هو، بس الله يرضى عليها العاري، قاعد بخدمته بالليل وبالنهار ما بيتركه ولا دقيقه. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا ابني يا علي، الله يرضى عليك يا ابني. اسمع مني يا ابي، انت رجال مريض والمريض ما عليه حرج، والصيام رح يخلي صحتك تتراجع اكثر واكثر. اخ لا يا بنتي لا، اول شيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال صوموا وتصحوا، عمره ما كان الصيام الا غذاء للروح والجسد. بعدين يعني بيني وبينك اللي بيسمعك عم تحكي بقول ما شاء الله عم ياكلوا على كل درس لون، نحن يا دوب شمعانين خبزه. يا ابي على الاقل بتقدر تاخذ الدواء اللي وصف لك يا الحكيم، دواء رب العالمين افيد وانجع. الله يتقبل منا ومنك يا ابي. شفتي لك يا بنتي شفتي قديش ربك كريم ورزاق، كنتي زعلانه ومقهوره انه ما في شيء عندنا نطبخه على الفطور، شفتي كيف سفرتنا كانت عمرانه بفضل الله وسكبه الجيره. اي والله يا ابي مشكورين اهل الحاره ما قصروا، بس يعني خير يا بنتي شو بك؟ يعني لأيمت بدنا نضل عايشين على الصدق والحسنه يا ابي؟ يعني لو نعرف شيء عن اخي بشير وين أرضي، وين عايش، ايمت راجع، كان على الاقل صار عندنا شويه امل. يعني لأيمت بدنا نضل عايشين بهالذلات؟ لك يا بنتي اخوك تركنا وسافر كرمال لقمه العيش، الله يرضى على اسمه كيف ما توجع، يعني تغرب عم يتعذب ومعرض حاله للخطر كله مشان هاللقم هي، الله يرد لنا يا بجاه النبي سالم غانم يا رب. امين يا رب، الله يحميك ويردك سالم يا بشي. امين امين. يعني يا ابو لطفي الدواء اللي عم تعطيني اياه عم يريحني، كتر خيرك علي، بس والله عم ينيمني وعم تروح علي صلاة الصبح. يعني انت ما عندك دواء بنفس المفعول بس ما يخليني نام؟ لا والله ما عندي، كل الادويه بتسكن بتنيم، باختار يا الصلاة يا الوجع. يعني انت اذا حطيت حالك محلي شو بتقول؟ والله ما اكون محلك، انا كنت بلحق صلاتي، ما بروح بجيب ادويه ما معي ادفع حقها. معك حق، معك حق، بعين الله بعين الله. شحال وشارد. يعني هل كحت ابو لطفي غص على دواك يا بي؟
والله مو طبيعي هالعالم لا ضل بقلبه لا شفا ولا رحمة. الله يرضى عليك يا بنتي، الله يرضى عليك. الدنيا رمضان لا تحكي عن الناس وانت صايمة، بعدين ابواب السماء مفتحة. لك الرجل ما حكى شيء، كتر خيره. بس أنا ما بقى بدي الدواء، أنا ما بقى بدي الدواء لأنه ما عم يخليني فيه على صلاة الصبح. بس يا أبي أنت تعبان ومريض وبحاجة الدواء، وأنا رح روح جيب لك الدواء يلي بده يصير يصير. لا 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 يا بنتي الله يرضى عليك لا تروحي. يا أبي ما فيني هيك شوفك تعبان وأقعد أتفرج عليك. الرجل ما حكى شيء، ما حكى شيء. أنا اللي ما بدي الدواء، أنا اللي ما بدي الدواء لأنه هذا الدواء بينيم وما عم أصحى. أنا متضايق كثير لأنه ما عم صلي الصبح. يا أبي ما بيصير، أنت تعبان وبحاجة هذا الدواء، وأنا رح روح هلا أجيب لك إياه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ما حكيت شيء مع أبوكي، ما بعرف شو صار له، هو راح حتى ما أخذ الدواء كنت مجهز له إياه. أنا بعرف إنه عم ينتقل عليك كثير يا أبو لطفي، بس مثل ما بتعرف أخي الوحيد بشير غايب بهالغربة، وكل اتكالنا على الله وعليه من بعده. وإن شاء الله بس يرجع أخي بخير وسلامة رح يسدد لك كل الديون يلي إلك. وليش لحتى نستنى أخوك ليرجع طالما الحل بإيدك؟ ما فهمت عليك شو قصدك؟ شوف أنا سامية، صار لي أيام وشهور عم لمح لك وقل لك أنت بس وافقي تتجوزيني ولحتى خليكي أنت وأبوكي مو محتاجين شي بالدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رح نرجع نحكي بنفس السيرة. شبه السيرة؟ أم لطفي والله ما بعرف شو صاير لها، حاسة كبراني ومعجزة، وأنا الله منعم علي. يعني أنا طالبك على سنة الله ورسوله، وين الغلط؟ ما في شي غلط يا أبو لطفي، بس أنا ليكون مالي عاجبك، شايفتيني ناقص إيد أو رجل؟ أنت بس وافي، والله لعيشك العمر عمري، وحط أبوك على راسي من فوق، ورجع لك يا شباب. أعوذ بالله، مو هيك القصة يا أبو لطفي، بس أنا ما بقدر أنزل على ضرة وأكسر قلب حرمة ما إلى ذنب بشي غير أنها ضيعت عمرها وهي عم تخدم فيك، ما فيني أعمل هالشي، ما فيني. يا سامي اسمعي أبو لطفي، مو وقته هالحكي هلا، أعطيني الدواء وخليني أمشي. جرفي شيء قهرني يا أبي إنه الخضرجي صار يصرخ بوشي قدام كل أهل الحارة بس لأنه ما معي أدفع له. معقول هالناس ما عاد في بقلبه لا شفقة ولا رحمة؟ ما بيحسبوا حساب إنه الدنيا دوارة؟ لك يا بنتي قلت لك لا تروح، هالقرشين اللي معك ما بيجيبوا شيء، واللقمة اللي بدها تجيب الشحادة والله لقمة زل، والله ما بتنهضم ما بتنهضم. يا أبي والله العظيم نشف قلبنا من الحواضر، وهلا لا نواشف ولا حواضر ولا مصاري، وأهل الحارة ما عاد ذكرونا بشي. الله يرحم أيام ما كنت بصحتك وعافيتك يا أبي، كنت أنت وأخي بشير زينة شباب الحارة، وما تخلوا ملهوف إلا وما تساعدوا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تأكدي لك يا بنتي الله ما بينسى حدا، والله رحيم بعباده ورحمته إلا تلاقي لنا حل. ونعم بالله يا أبي، بس أنا لازم جيب لك الدواء، هو حل واحد وما في غيره. سكرت كل الأبواب بوشي، وأبو لطفي هو المفتاح. أنا عندي شرط واحد وما في غيره يا أبو لطفي. طلبي وتشرطي، أنت طلباتك أوامر. أنا مثل ما بتعرف أنت وكل أهل الحارة بيعرفوا، أبي هو كل شي بحياتي. أبي ربانا أنا وأخي من وقت يلي كنا صغار وفنى عمره كرمالنا، لهيك أنا مستحيل استغنى عنه مهما صار. لهيك طلبي الوحيد منك يا أبو لطفي إني ضل ساكنة عنده هون بالبيت، وحرمتك ولادك بيضلوا ببيتهم. شو قلت؟ الله يرضى عليك، الله يرضى على اسمك يا طيبة يا أصيلة يا حنونة. اللي بدك يا بيصير، المهم انت تكوني مرتاحة ومبسوطة. اتفقتوا على كل شيء؟ جاهزين لكتب الكتاب؟ لكان شيخي لكان متفقين على كل شيء. على بركة الله. على مالك شيخي؟ بشير هدي اخي طول بالك شوي، ان شاء الله الف الحمد لله على السلامة يا بشير. يا حيف عليك يا ابو لطفي، يا حيف، يا حيف على اللي خان العشرة وباه. بس
نسيت؟ نسيت قديش كنت ساعدك أنا وأبي؟ نسيت قديش كنا نساعد أهل الحارة الطيبين؟ يا حيف، بدل ما توقف مع أبي وما أختي بغيابي جاي عم تشتريون. يا باطل عليك، اللي بده يعمل خير ما بيستنى معبل يا أبو لطفي، واللي بده يعمل خير ما بيحط شروط، واللي بده يعمل خير ويستنى انه يربح منه ما بينبل عند رب العزة والجلالة. مشان هيك نحن ما عنا بنات للبيع. شو قصدك بشير؟ قصدي واضح وصريح، نحن ما عنا بنات للجواز. الله معك. شرف شيخي، شرف. مشيت بالحمد لله على سلامتك يا اخي. الله يسلمك. شو شدتك يا بشير؟ ألف الحمد لله على سلامتك يا اخي. الله بيعلم قديش قضيت ايام وليالي وانا عم صلي وادعي لك لترجع لنا سالم. الله يسلمك اختي، الله يسلمك. سامحني يا ابي، سامحني لاني تاخرت، بس اقسم بالله العظيم الغربه صعبه، الغربه بتهد الحيل، بدك تخربش بالصخر مشان تطلع مصروفك. بس الحمد لله رب العالمين، رب العز والجلال كرمني من عنده، ما خلاني احتاج شيء، كل ما اتعب يقول لي خون، وكان رب العز والجلال كان عم يسمعني وانا عم بدعي عن كل صلاه صباح. الله يرضى عليك وينور طريقك. ما بتعرف قديش كنت كل يوم بصلي الصباح وادعي لك الله يرجع لي اياك بالسلام يا حبيبي. الله يرضى عليك، الله يرضى على اسمك، الله ينور طريقك يا رب. يا خانم ليش ما عم تسمعي؟ والله معجوقة بالجلي، حقك علي. هلا بتخلصي الجلي وبتبلشي نحضر الغداء، يلا يلا. يلا تكي وبكون مخلصته. دينا، يا دينا، لك تعي. مريني. بدي اياك تجيبي لي وعب فيها بطاطا كمان. ايه على عيني. يلا يلا بسرعة تضربي شو نايطة. وحدة غيرك كانت عم تفري فري بالمطبخ. الله يرضى عليك يا عزيز، بتدير بالك عن المحل انت واخوه، بتخلوا عينكم مفتحة 10/10. ها امرك يا ابي، امرك انت بتأمر. الله يرضى عليكم. تفضل عمي. يسلم والدين. تفضلي خالتي. حطي الصينية من ايدك وروح اشطف الديار. بس يا خانم ارض الديار نظيفة، انا الصبح شطفتها. عم تردي بوشي؟ يلا انقلعي من هون، انقلعي. امرك يا خانم. لك يا ام عزيز خفي عليها شوي للبنت، حرام عليكي. صحيح احنا جبناها من الشارع مشان ما تضل متشردة، بس مو هذا يعني انه تشغليها عبدة عندك. البنت مقطوعة من شجرة ما لحدا. مزبوط يا امو، البنت صار لها عمر عايشة معانا، يعني انا واخي بنعتبرها مثل اختنا، اعتبريها مثل بنتك. مد ايدكم يا ابي، مد.
دينا خير؟ شفتي لي شروال الأسود شي؟ بتلاقيه بخزانتك. شو بعيد عني؟ على هون ولا لك شو عم تعمل هداك؟ والله عيون كشية. تعال تعال شو عم تعملي؟ عم ساوي أرض الديار. لا لا تساوي أرض الديار، هذا غسيل، هاد كله محور. لك ما بتعرفي تغسلي بحياتك؟ شو هاد؟ بعدين أنا ما بدي تشطفي، امسحيه ونشفيه مزبوط وبعدين تدخلي على المطبخ، فهمانة؟ يا عم شو نايطة تضربي بهالموديل؟ يا الله يا الله يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك مو حرام هدول ايدين يشطفون؟ مو حرام؟ يا بينا حضرتنا العشاء. ايه يلا على عيني. ليش عم تجافي تبعدي عني؟ لك ربيع تركني بحالي مشان الله. ولك انا بحبك وبدي اتجوزك على سنة امور رسولك. شو بحبك ما بحبك؟ لك تركني بحالي. خليك شوي امان. لك مشان الله تركني بحالي. والله لاجيبك اذا بضل يوم بحياتي. أهلين أختي. والله خجلانة أقول لك يا أخي، بس بصراحة ربيع ما عم يتركني بحالي. يا باطل عليك يا ربيع، والله ما بعرف شو بدي أقول لك، خجلان من تصرفاته معك. خلص بوعدك أني رح أتصرف. روحي لشغلك أنت. كتر خيرك يا أخي. دينا افتحي، عاوزك بموضوع. دينا افتحي، عم قلي. لك هذا اللي عم تعمله انت ما بيعملوا غير الاندال. أنا شو انت ولك؟ قسما بالله العظيم هي اخر مره بمر لك اياها. المره الثانيه رح اقول لابوك، واذا دري ابوك انت بتعرف شو بيعمل. هلا امرك اخي، امرك. قلع قلع. اسمع هالكلمتين وحطهم حلقة بإذنك. هي لينا ربيت عنا بالبيت، يعني مثل أختنا الصغيرة. ما بصير نفكر فيها مثل ما أنت عم تفكر. هيك بتقول أخلاقنا وتربايتنا، سمعان؟ قسما بالله العظيم إذا أبي بيضرب الموضوع لا يستخك كفين ويزتك برات البيت. صراحة أخي أنا بحبها، بدي أتجوزها للبنت. راسو لك؟ خلاص وست بوزك. شو مانك شايف امك انه كل يوم على الطالعه والنازله بتبهدلها وبتمسح فيها الارض وبتهدها انه لميناها من الشارع؟ لك والله امك ما تسمعك لتقصر لك لسانك. امك ما بترضى تعطيك اياها، مستحيل. اخي برضاي عليك، برضاي عليك، ما بدنا مشاكل. ها شيلها من بالك. خلاص اخي بوعدك ما بعترض. هذا ربيع القبضاي اللي انا بعرفه. امشي اخي امشي. امرك اخي امرك.
دينا يا دينا قومي افتحي الباب. ايه اضرب عليك شو رايك؟ نادي لحدا من الولاد يجيب المجبه. يلا خالتي صحتين وعوافي ان شاء الله صرتي احسن الحمد لله. يلا لقمه ثانيه معي. الحمد لله يسلموا ايديك. صحتين وهنا مع قلبك شد. لا لبا يلا معلي. حمزة الله يخليك يا حمزة. صحتين وهنا. ولا قلبك إن شاء الله. كتر خيرك يا بنتي يلي عم تهتمي بخالتك معزيز. ولو يا عمي خالتي بمقام الوالدة وأنا ما إلي غيركم، حضرتك بمقام الوالد. الله يخلي لي ياكم يا رب. سامحيني سامحيني الله يخليكي. أنا كتير قسيت عليكي. أنا ما عندي بنت وأنتي مثل بنتي بإذن الله. وهلأ لعرفت قيمتك. لك لكم عزيز الذهب بيقولوا على المحك بيبان، ودينا معدنة ذهب صافي. يا بي من بعد أمرك شو رأيك نخطب دينا لربيع؟ شلون؟ نخطب دينا لربيع؟ ايه يا بي ايه. من الآخر ربيع بحب لدينا وبده إياها على سنة الله ورسوله. ليش ما بنجمعهم بالحلال؟ فكرة معقولة. دينا بتستاهل. ظريفة وست بيت وحبابة، وأكيد رح تكون سند إلي بالبيت. ومو بس هيك، يعني ما رح لاقي كدنة أحسن مني. مبروك يا ابني، ألف مبروك. ألف مبروك يا ربيع، ألف مبروك يا ابني. الله يخلي لي إياكم ولا يحرم أبوكم. بحمدك وبشكرك يا رب لأنك جمعتني بهالعيلة.